فيما يخص جهة التأطير البشري والذي يبلغ عدده 13992 مؤطر موزع عبر 368 مركز تضم 1736 مكتب على مستوى كل بلديات الولاية والتي تبلغ عددها 38 مكتب. شرعنا في تكوينهم من الجانب التقني القانوني والإجرائي في الأيام القليلة السابقة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، والذي أشرف عليه إطارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على مستوى المركزية، حيث قدموا توجيهات هامة للمندوبين البلديين ومرافقيهم من رؤساء مراكز ورؤساء مكاتب، وذلك لتكوين المكونين. وإضافة إلى ذلك، في الأيام القليلة السابقة واليوم أيضا هناك مجموعة من التكوينات لهؤلاء المؤطرين الذين أشرفت عليهم المندوبيين البلديين عبر إقليم الولاية.